مرحبا، أنا نيك رومل من الصيانة الوقائية لدى شركة كاتربيلر. اليوم سنتحدث عن البطاريات وصيانة البطارية. الآن إذا كانت البطاريات الموجودة على المولد الخاص بك في وضع الاستعداد أو الوضع الدائم، فإنها تكون على الشاحن بشكل مستمر. نظراً لأنها تشحن بشكل مستمر، فإننا بحاجة لفحص هذه البطارية شهرياً للحفاظ على مستوى المياه داخل البطاريات بسبب التبخر والشحن فقط. للتحقق من مستوى الإلكتروليت في البطاريات الخاصة بك، قم بإزالة الغطاء والنظر ببساطة في الفتحة. يمكنك أن ترى أن هذه البطارية منخفضة حالياً. نحن بحاجة إلى التأكد من ذلك باستخدام الهيدرومتر للتحقق من الثقل النوعي ولمعرفة ما إذا كنا بحاجة لإضافة المزيد من مزيج الحمض أو المزيد من مزيج الماء في البطارية. الآن هناك شيء آخر يجب أن نضعه بعين الاعتبار، وهو أي من هذه البطاريات يتم شحنها. هذه المجموعة الخاصة من البطاريات تشحن بما يقارب 30 فولت. نحن نقوم بطهي الماء من البطاريات ويغلي الماء داخل البطاريات. بالطبع فإن الطريقة لإصلاح ذلك هو ضبط الشاحن لأسفل. عن طريق غلي هذا الماء والشحن الزائد، سنجعل هذه البطاريات تنتج السلفات، ولن تكون هذه البطاريات قادرة على الحفاظ على حمل الإمبرية الكاملة الخاصة بها، مما سيؤدي بدوره إلى عدم بدء تشغيل المحرك عندما تحتاج إليه. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بوكيلك المحلي لشركة كاتربيلر.